السلام عليكم متابعين صديقنا ياسر ابو علي. حاليا نحن في منطقه انا ما اعرف اسمها لكن جميل سنوري عالنهر. منطقه جميله جدا، انا وعائلتي مستمتعين مع صديقنا، الفضل له بعد الله. الله يرضى عليك. وريال خلوق محترم جدا. انا جيت هني وما اعرف وين اروح، لقيته لكن اجمل ما لقينا في جورجيا والله العظيم يا ابو علي، مش مجامله والله حبيبي. ان شاء الله نكون مستمتعين وياك دوم. امين يا رب. واللي بيه ان شاء الله يستمتع. وانا الصراحه مش مجامله، انصح ريال امين وخلوق ومحترم ويحبنا، ونحن دائما لما نحب نسافر نلاقي عرب نفسنا في مكان المكان اللي نروح له. الله يحضر لك دوم الطيبين ان شاء الله حبيبنا يا ابو علي. الله نتشرف بمعرفتك. الله يسلمك. حياكم الله. يعطيك العافية يا ياسر، صراحة المكان وايد عجبنا والرحلة كانت صراحة وايد حلوة، والفندق من أروع ما يكون، وخدمتكم صراحة خدمة مميزة وخدمة يعني جدا جميلة صراحة بكل أمانة وبكل صدق يعني. وحتى الأماكن اللي رحنا لها أماكن وايد حلوة وأول مرة نشوفها صراحة. مشكورين ويعطيكم العافية، وأشكر أبو علي على هذه الرحلة الطيبة. الله يحفظك. صحة كل إنسان طيب. حق شركة الرسل ما قصروا، بيض الله جيهم، استلمونا من المطار لأقدع مكان وين تبي هم يودونك، وأسعارهم حلوة وناس محترمة. وهذا صار اخوي حبيب والله تخوي. والله العظيم انك صرت اخوي. والله اخواني والله. ترى قاعد اقولها كلام على اساس انه لا تاخذ مني فلوس. السلام عليكم، هذا اخينا ابو ميرزا ضيفنا من السعوديه. يا حبيبي طول عمرك يا حبيب القلب. ومثل ما شايفين يعني تقريبا الاجواء حلوه، والتزلج موجود، السيارات